إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. إذن كما كتشاهدوا تساقطات مطرية، اللهم صيبا نافعا أكيد، أمطار الخير تتساقط بالمدينة الحمد لله على كل حال، الله يرحمنا برحمته الواسعة. أمطار الخير تتهطل الآن على مدينة العرائش، اللهم صيبا نافعا أكيد، الله يرحمنا برحمته الواسعة، الله يرحمنا والله يعطينا لقد النفع، الله يرحمنا بطبيعة الحال والله يعطينا لقد النفع. إذا أنا متبي الأوفياء متبي قناة شوف تي في منين كتابعونا بطبيعة الحال، وكيعمل الأجواء بالمدينة ديالكم كيشيشة ولا الأجواء عادية ومستقرة، كيعمل الجو عندكم في مدينتكم، كيعمل الجو عندكم في المدينة ديالكم، واش كطيح شتا ولا الأجواء عادية ومستقرة؟ أمطار الخير والبركة الشتيوة، الله يرحمنا بطبيعة الحال. تعالوا معنا متبين أوفياء، نتمنى منكم أنكم تعالوا معنا بطبيعة الحال مدينتكم، واش كاين شي شتا كطيح ولا الأجواء عادية ومستقرة؟ مدينة العرائش والنواحي بطبيعة الحال، أمطار الخير اللي تهطلت، أمطار الخير والبركة تساقطت وتهطلت عبر خيرات ربانية. ده المباشرة من مدينة العرائش في الأجواء الممطرة، تساقطات الخير، أمطار الخير تساقطت بمدينة العرائش، اللهم صيبا نافعا يعني أكيد، الله يرحمنا برحمته الواسعة. لأن هذه الأجواء بطبيعة الحال متبي الأوفياء متبي قناة شوف تيفي بعد تساقط أمطار الخير تتساقط الآن بمدينة العرائش، اللهم صيبا نافعا أكيد، الله يرحمنا برحمته الواسعة. الحمد لله على الشتي والحمد لله على الخيرات الربانية. هذه الأجواء الممطرة بعد التساقطات المطرية، كما كتشاهدوا أمطار الخير لا زالت تتهطل عبر الشوارع وأزقة مدينة العرائش، اللهم صيبا نافعا أكيد، الله يرحمنا برحمته الواسعة. إذن هذه الأجواء متبي الأوفياء عبر قناة شوف تي في، أمطار الخير تتهطل، بارطاجيو الإخوان بارطاجيو، وقولوا لنا بطبيعة الحال كي عامل الجو عندكم في المدينة ديالكم، كي داير الجو عندكم في المدينة اللي كتنتميو ليها، كاين شي شتيوة ولا الأجواء عادية ومستقرة؟ شتيوة الحمد لله، الله يرحمنا، بارطاجيو وقولوا لنا كي داير الجو عندكم في المدينة ديالكم، التعليقات التعليقات، قولوا لنا كي عامل الجو، راه الشتيوة الحمد لله مدينة العرائش والنواحي، أمطار الخير تتهاطل بطبيعة الحال، الشتيوة الشتيوة الشتيوة، الله يرحمنا بطبيعة الحال، الله يرحمنا برحمته الواسعة. إذا لا زلنا متبي الأوفياء متبي قناة شوف تي في في هذا البث المباشر والحصري، أمطار الخير لا زالت تتهاطل عبر الشوارع وأزقة المدينة، اللهم صيبا نافعا أكيد، الله يرحمنا برحمته الواسعة. هذه الأجواء الجميلة والممطرة عبر الشوارع العرائش، إذن هذه الأجواء عبر ساحة التحرير القلب المدينة النابض بطبيعة الحال بعد التساقطات المطرية اللي كتشهدها وكتعرف الآن المدينة، اللهم صيبا نافعا وأكيد، الله يرحمنا برحمته الواسعة.
تتابعونا ومنين كتشاهدوا هذا البث المباشر. كنتوا من داخل ارض الوطن بطبيعة الحال، قلنا المدينة، ولا كنتي من خارج ارض الوطن قلنا البلاد بطبيعة الحال. كثر الخير والتساقطات وطنية مهمة تشهدها الان المنطقة، اللهم صيبا نافعا واكيد، الله يرحمنا برحمته الواسعة. دلالة الأمطار الخير تتعاطى، اللهم صيبا نافعا أكيد. من كتابعونا متبعي الأوفياء، بغينا نعرفوا بطبيعة الحال المدن الأكثر تواجدا معنا، وكذلك الأجواء بالمدينة اللي كتواجدوا بها، كاين شي شتا ولا الأجواء عادية ومستقرة؟ واش كاين شي شتا ولا الأجواء بطبيعة الحال هادية ومستقرة؟ هذه الأجواء عبر شوارع المدينة، شوارعنا عرائش جميلة بطبيعة الحال بعد التساقطات، بعد هذا التساقطات. هذه الأجواء، أمطار الخير لا زالت تتهطل بالمدينة، اللهم صيبا نافعا.